السلام عليكم. هنشرح حشاب تقنيه للاسف خطيره جدا من تقنيات قتال الشارع. طعن السكين المباشر، زي ما ذكرت قبل كده قلت في طعن المباشر وهو ليه عده انواع، في الطعن الامامي وفي الطعن من الاعلى للاسفل وفي الطعن الجانبي وفي الطعن الاسفل. اوكي يا شباب، من الاسفل يعني. الطعن المباشر يا شباب يعني السكينه جايه في اتجاه واحد. اصعب موقف واصعب شيء ممكن يقابلك في الشارع هو ان حد يعتدي عليك بسكين، لازم تكون حذر. اوكي، هنشوف دلوقتي شباب حركه الطعن المباشر. طبعا معانا زميلنا كابتن احمد، اتفضل يا احمد. اوكي احمد، دلوقتي انت تضرب طعن مباشر بقوه. اوكي، في الهواء كده، اتفضل اضرب ضرب بقوه جدا. اه يا شباب، زي ما احنا شايفين، اضرب يا احمد قدام الكاميرا، اضرب قدام الكاميرا، اضرب بقوه. اهو يا شباب، هو ده الطعن المباشر. اوكي، هنبدا نشرح دلوقتي يا شباب. اول حاجه، اول قاعده عندك يا شباب هو الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي هو القدره على التحكم في الانفعالات، هو القدره على الحفاظ على الاتزان وعلى الهدوء مهما كانت الظروف المحيطه بالشخص. احمد دلوقتي السكينه ورا ظهرك عادي خالص. انا دلوقتي شفت واحد اهوت، واحد عاوز يعتدي عليا ولا حاجه، دلوقتي ما شفتش اصلا السكينه معايا، مش شايف انا السكينه معايا. فجأة طلع السكينة، طلع يا أحمد. أول ما طلع السكينة بالشكل ده لازم يكون عندي ثبات انفعالي عشان هعرف أفكر هعمل إيه. أول حاجة بعد الثبات الانفعالي، أول ما تشوف السكينة وفي عندك مساحة إنك تعرف تجري، أهجم يا أحمد عليها، تجري على طول. لو عرفت إنك تجري اجري. مفيش حاجة اسمها ده أنا جبان ومش عارف إيه، لا، السكينة خطيرة جدا، السكينة ممكن توصل للأوتار للشرايين. لكن لو مفيش مكان اجري او للاسف المعتدي محاصرني، طبعا هنا بقى لازم نتعلم الدفاع عن النفس. اوكي يا شباب، لازم تدي لنفسك المسافه المناسبه. اضرب يا احمد طعن مباشر اهو، ارجع يا احمد تاني. اوكي، انا واقف مثلا معاه، اضرب يا احمد براحه خالص، ما ينفعش اقف كده، لازم ابعد عن المعتدي، لازم ابعد عنه. ارجع يا احمد. اوكي، يلا اضرب، لازم ابعد كده. اوكي، ليه؟ علشان احدد ايه نوع الضرب اللي جاي لي. اوكي، هتضرب يا احمد ضرب مباشر بس تلو الاخر، انا هتفرد كده وترجع وتفرد تاني. اهو اضرب يا احمد، وان اضرب تاني، بس كده. وهو عمال يضربني ضرب مباشر كده، انا عملت حاجة اسمها إدراك الموقف. إدراك الموقف يعني عرفت دلوقتي إن التقنية اللي جاية لي، إن المعتدي عليا عاوز يطعني بالشكل ده، طعن مباشر مستقيم. هو ده ادراك الموقف. بعد ما عرفنا المعلومات دي بقى هنيجي نتعلم ازاي ندافع عن نفسنا. اوكي، دلوقتي لما انا حددت الموقف وعرفت ان هو طعن مباشر، اول حاجه هعملها، اوكي يا شباب، لازم يكون عندي توقيت مناسب. يعني انا شايف انه اطلع يا احمد كده، انحرف. اول حاجه اعملها ان لازم انحرف عن السكينه. اوكي، اضرب يا احمد بالايد الثانيه اهو يا شباب، اطعن اهو، انحرف. اوكي، طب الانحراف اللي انا عملته ازاي؟ امسك يا احمد السكينه بايدي براها خالص، بصوا على رجلي يا شباب وانا واقف، خش يا احمد سلو موشن، عملت الرجل الاولى كده والرجل الثانيه لفيت كده. اوكي، تاني يا شباب، بصوا معايا انحرفت ازاي؟ السكينه لو جايه عليا عملت بالشكل ده، انحرفت بالشكل ده. اوكي، اه احمد اطعن بقوه يا احمد، بقوه اهو، انحرفت بالشكل ده. لازم انحرف ابعد عن السكينه. اوكي يا شباب، تاني واقف اهو، انحرفت بالشكل ده، لازم اتمرن على الانحراف ده كتير. ها، اطعن يا احمد بهنا بالراحه خالص اهو، اطعن اهو، لازم ابعد عن السكين. تاني شيء هعمله، هتحكم في اليدين او هتحكم في السكينه، لانه هيفضل يطعن طعنات مباشره. اوكي، سلو موشن خالص احمد، لا جامد جامد يا احمد، جامد اهو، مسكت المفاصل. اهم مفصلين لازم امسكهم يا شباب هو مفصل الكوع ومفصل الرزغ، دول اهم مفصلين، لو مسكته بقوه هعجزه. نشوف الحركه تاني سلو موشن. بعد ما انا يا ربي يعني كنا المفروض اجري، ما عرفتش اجري، اديت لنفسي المساحه، بعدين شفت ادراك الموقف ان هو عايز يطعني طعن مستقيم. اوكي، هنحرف بالراحه خالص يا احمد اهو، وانا بنحرف ارفع ايدي بالشكل ده، شايفين ايدي فين؟ ايدي فوق ايده كده، وانزل عليه جامد. وانت بتنزل عليه نزل ايدك على طول على المعصم بتاعه، المعصم اهو هنا، مفصل المعصم الرزغ وعند مفصل الكوع، امسكه جامد بالشكل ده. بص يا احمد، وانا ماسكك جامد يعني دلوقتي واقعي، عايزك تحاول تجيب السكينه عليا بس بقوه اهو، انا ماسكك جامد، حاول حاسس بايه؟
الم في نفسه. بحسس بحس ان انت مش ان انت مش عارف تتحكم في نفسك صح. تمام. طيب طبيعي لو هو قوي جامد لو هو قوي هيطعني، فانا مش هفضل ماسكه كده كتير وافضل عافر معاه كتير، لا مجرد ما انا مسكته كده بقوه بقى ايده هو زقها ناحيته، وهركز بقى على مناطق الضعف الحساسه. الوجه عندي كل شاب مناطق ضعف، يعني ممكن اضربه بالروسيه هيد بوت في الانف في الفم في النثره، بركبتي في الخصيتين. هو انا ماسكه بالشكل طبعا، هو طبعا هو بيقاوم معايا وانا ماسكه بالشكل ده اهو، بصوا هيد بوت اهو وان في الانف. طبعا هي ضربه واحده خلاص ممكن تخليه ايه يعني يسيبك او يغمى عليه، اوكي، لكن لازم تكمل. ضربته في الانف مثلا في ضربتين او واحد اثنين، وبركبتك اهي في الخصيتين ضربات متتاليه. بعد ما ضربت ضربات متتاليه وهو تعب خلاص ممكن تزقه وتجري، ممكن تزقه وتجري تاني. يا شباب في حد هيتعني طعن مستقيم، لو عرفت تجري اجري. تاني حاجة الثبات الانفعالي، اهدى ادراك الموقف، اضرب يا احمد كده انا عرفت ان هو طعن مباشر. عايزك وانت بتضرب كده ورا بعض، ها ادراك الموقف يا احمد اهو 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 عرفت ان هو طعن مباشر. بعد ما عرفت هو طعن مباشر انفذ التقنية بتاعتي، هنحرف وامسك الايد. احمد سلو موشن خلاص بالراحة اهو، انا بنحرف ايدي اهي وتنزل عليه بالشكل ده. احمد جامد بقوه اطعن اهو كده، ها تنزل ايدك تحت كده بالشكل ده، هضرب ضربه متتاليه هضرب فيه الخصيتين هزقه وهجري. في مشكله احيانا ممكن تحصل في موضوع الايد، سلو موشن خلاص اضرب يا احمد. في ناس احيانا بتتحرك بتعمل ايديها كده، ده غلط. الايدين ما تجيش عند السكينه كده يا شباب، لا تاني يا احمد براحه خالص. ايدين بصوا فوق كده، فوق فوق عشان تنزل فوق فوق بالشكل ده وتنزل بسرعه. لو ايدك الاثنين مسكوا مفصل واحد اضرب يا احمد براحه، لو عملت كده لا انزل على المفصل الثاني بالشكل ده، وانا هنا هضرب ضربات ايه متتاليه. هنشوف دلوقتي الموضوع بشكل واقعي شويه. احمد دلوقتي احنا هنقف عادي خالص، اوكي، عايزك وانت تضرب السكينه متتاليه، يعني واحد اثنين اللي هو ايه، انا احدد الموقف اهو. دلوقتي احمد السكينه وراك، ارجع ورا، طلع يا احمد السكينه، لو لقيت مساحه اجري ورايا، لو عرفت اجري اجري بس خلاص. لو انا في مسافه ضيقه وما عرفتش اجري هتصرف التصرف ده. ها احمد السكينه برده وراك، طلع السكينه، ثبات الانفعالي بتاعي، اضرب يا احمد ادراك الموقف اهو كده عرفت ان هو طعن ايه مباشر. بعدين انفذ بقى التقنيه بتاعتي وبقوه. يلا يا احمد السكينه وراك، طلع السكينه، يلا تعالى ورا بعض، يلا اهو 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 بالشكل ده اهو، مسكت ايده اهو بالشكل ده، اوكي. طيب يلا يا احمد تاني، تعال لف نفسك، هنعمل الموضوع واقعي. يلا ضرب جامد او 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 انا نسيت يا جماعه زي ما لما نيجي يا شباب نتمرن نحاول نتمرن بسكينه بلاستيك علشان ما نأذيش نفسنا. نتمرن بسكينه بلاستيك زي دي، ممكن نشتريها من اي محل لعب او حاجه. اتفضل يا احمد، هنضرب يا احمد بقوه، يلا ضرب ورا بعض اهو، واحد اثنين اهو، لفيتهم ست ايدي اهو بالشكل ده، وانا كده هضرب 1 2 في الخصيتين، بعدين هزقه واجري. اتفاعل معايا يا احمد، اوكي. تاني تاني بقى حركه او تاني تكنيك هو التمكن. التمكن يعني لو انا عايز اخد منه السلاح هنعمل كل حاجه زي ما اتفقنا. يلا يا احمد ضرب بقوه، ها اضرب يلا جامد في بطني 1 2 اهو انحرف، هتنحرف عادي خالص، وحاول وانت بتنحرف ما تبعدش عنه خالص. اضرب يا احمد، في ناس بتروح في اخر الدنيا كده، لا خليك قريب من ايده. اضرب يا احمد اهو انحرف وامسك. هعمل بقى حاجه هنا اسمها تمام الكيمورا، اوكي، نفس النظام، وانا ماسكه هضرب برضه في الوجه عشان اعجزه وفي الخصيتين، اوكي. كيمورا بقى ازاي؟ هسيب بس الايد اللي فيها مفصل الكوع، الايد اللي فيها مفصل الكوع هتلف من تحت كوعه هو وتمسك مفصل الساعد بتاعي انا اهو. تعال نشوف يا احمد من الزاويه ديت كده، ايده اهي، انا كنت ماسك بالشكل ده. احمد كل حاجه واضحه؟ اوكي اوكي يا شباب، هلف من تحت كده وامسك مفصل ايه الساعد بتاعي انا، ها اهو يا شباب ماسك مفصل الساعد تمام. هلف
انا طبعا ماسك المفصلين، هسيب مفصل الكوع وهلف من تحت كوعه وامسك مفصل الساعد بتاعي انا كده بالشكل ده كده. انا عملت عليه لوك اف. حاول يا احمد تجيب السلاح ده عند وجهي كده، حاول حاول حاول. حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ الم. وحاسس انك مش قادر تجيبه عندي. اوكي، بعد ما انا عملت القفل ده هطلع لفوق بالشكل ده، ارفع الدراع لفوق وهلف زاويه دائريه لتحت وهلف كده بالشكل ده، هيقع معاك. وانا كده بالشكل ده بقى همسك، هفك بقى القفل كده، يعني هفوق اسيب ايدي مفصل الساعد بتاعي وهمسكه بالبانشات في الانف في الوجه في الخصيتين. خلاص ممكن بعدين اضربه ضربه ايه هنا، هتلاقيه ساب السلاح، ضربات متتاليه هتلاقيه ساب السلاح، لكن انت هضرب واحده هنا كفيله خلاص. اوكي بس يا احمد اتفضل. ها هنشوف تاني يا شباب، اهو ده يا احمد ضربات، يلا اهو 1 2 اهو لفيت ومسكت الايد بالشكل ده، انحرفت ومسكت، ابعد ايده واضرب ضربات متتاليه واضرب في الخصيتين، وبعدين اهو هلف الايد بالشكل ده واطلع لفوق. طبعا هلف اعمل كيمورا، هلف بالشكل ده واطلع لفوق اهو، ها والفه وانا هنا بالشكل ده، امسك ايده برده وهضرب ضربات متتاليه، وممكن اضرب ايه هنا هيسيب السكينه. اوكي ناس يا احمد، دي يا شباب اول تقنيه لو حد ضربك ضرب مباشر. هنشوف دلوقتي الحركه بشكل واقعي. انا عايزك يا احمد دلوقتي وبلطجي بجد، سكينه وراك وداخل عليا وبوم بغل اهو، او ضرب مباشر اهو، انحرفت ومسكت الايد بالشكل ده، احيانا ممكن تغلط كده فانزل على المعصم. ها هضرب هضرب هضرب، مسكت الكاميرا اهو، هنزل معاه لتحت، هتحكم في السلاح بالشكل ده وهضرب ضرب موت ايه متتاليه. نايس يا احمد، شوف التقنيه بالسكينه الحقيقيه. طبعا لما اجي اتمرن بالسكينه يا شباب ايه، السكينه البلاستيك. اوف ها ريدي، يلا مسكت زب اضرب 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 الكيمورا اهو، وانزل معايا اهو، اضرب اضرب متتاليه واضرب هنا. عايش، يا رب نكون استفدنا. اقل حاجه في الاسبوع نتمرن على التقنيه دي من 50 مره فاكتر. السكينه خطر جدا. اوكي يا شباب، شرح ايميجينيشن اخر حاجه، لو في حد داخل عليا وعرفت تجري اجري، الثبات الانفعالي بتاعك اهدى، عرفت ان الحركه جايه طعن مباشر هنحرف وامسك الايد. اوكي وانزل ايده لتحت وهضرب فيه الخصيتين في الوجه وازقه واجري، وممكن بعدين اعمل ايه الكيمورا واوقعه واضرب. يا رب نكون استفدنا يا شباب. ولكن في طريقه ثانيه للحركه ديت وهي طريقه المقص، انتظروا ان شاء الله الفيديو القادم عشان نتعلمها برضه بطريقه ثانيه. كات. نايس.